يوم من الايام خبروني على والدتي يعني البيت عن بيتنا بيت اهلي يفرق تقريبا بالسياره نص ساعه. فقالوا يا ابي الوالده حيل تعبانه. فبالطريق يعني تخيلت بانه الوالده تعبانه ومتوفيه لها ان شاء الله السلامه. صحه وعافيه. فتخيلت بانه انا مراسم الدفن والكل شيء تخيلت هاي الامور كلها. فجت القصيده ببالي اللي تقول فقدانك حمل كاسر بحيل ظهور، يا روحة حلال وفرح من نحزن، أعاتبهن مشن وجدام يكون بسيف وعلى درب القبور شمالهن خفن. الله لوليلي لوليلي يا يمه بحضن شرد ارتاح، وشيلين طفل من شافك توسل، الشالتنا عمر شايلها فوق شتاف، اتشانت لسما ماخذها للمدفن، وهليت الدمع وبشفها التراب، الما يبكن قبل رايدهن يذبله، ورديت بجدم يسحق بروح الاه، المشن وياك وصفه بغيرك يرده. الله الله. امر الله قلت تالي اللي يعيش يموت، شاليش الصور مرات احس يحجي صوتك والنفس بعده بزوايا البيت، وبالغرفه لقيت هدومك يصلي صلاه الوحشه تجبر خاطر المكسور، وانا بروحي امام من الفجر عد. الله. عيون الغورقه صلاه الوحشه تجبر خاطر المكسور، وانا بروحي امام من الفجر اذن، عيون الغورقه ما ظل فرح للشوف، وخبر فرقاش خلى صواب باليبشن، فراغش مو سطر خاطر تسد حروف، وانا عمري كتاب بموتك السرف، وانا عمري كتاب بموتك السرف. صحه وعافيه الوالده. صح لسانك.